Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 28 أغسطس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. التحالف الديمقراطي للمحامين يدين حادثة الاعتداء على الصحفي علي الدالي وينادي بضرورة استكمال الهياكل العدلية. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي. منسوب النيل عند الخرطوم يسجل قراعة أقل ب 52 سنتيمترا من أعلى منسوب تم تسجيله. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أدان التحالف الديمقراطي للمحامين حادثة الاعتداء على الصحفي علي الدالي الذي وقع عليه من قبل بعض المنسوبين للقوات المسلحة. جاء ذلك في بيان أصدره التحالف يوم أمس الجمعة، ووعد التحالف بتقديم كل الدعم القانوني اللازم كي ينال الجناة العقاب الرادع عبر القانون. وذكر البيان أن التجمع ظل يرصد حالات الاعتداءات المتكررة والتفلتات وارتكاب العديد من الجرائم بواسطة المنتمين للقوات النظامية، ومع الطابع الفردي لهذه الجرائم إلا إنها إن لم تحسم فإنها ستؤدي لتهديد الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي في البلاد. وطالب التحالف الديمقراطي للمحامين مجلسي السيادة والوزراء بضرورة استكمال الهياكل العدلية والسد فراغ فيما يخص تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية ولجنة استئناف قرارات لجنة إزالة التمكين، بجانب ضرورة قيام المؤسسة الشرطية بدور المناط بها الوقائي قبل الضبط. كما أكد التحالف بأن تفكيك جيوب النظام البائد الكامن داخل جهاز الشرطة أولوية قصوى، وتمكينا للشرطة أن تؤدي واجبها المهني في خدمة الشعب دون عوائق. التقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه اليوم بالسيد أنيتا ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي. وقال دكتور جبريل في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه بحث مع المبعوثة الأوروبية لشؤون القرن الأفريقي سبل تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم والجهود المبذولة لتحقيق ذلك، مبينا أن اللقاء تناول بالشرح الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة وما يتطلع له السودان من دعم الاتحاد الأوروبي لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ اتفاق السلام وتحرير الموارد لوضع الاقتصاد السوداني في المسار الصحيح. ووصف وزير المالية اللقاء بالإيجابي معبرا عن أمله في وصول كل رسائل السودان الإيجابية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا متابعتهم مع سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم لتنفيذ مخرجات اللقاء، منوها إلى أن السودان يسعى للاستفادة ماديا وفنيا من اهتمامات الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والأحزمة المانعة للتصحر. من جانبها أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أن وزير المالية أطلعها على أجندة الإصلاح الاقتصادي والمالي وبرامج دعم الشباب، موضحة إنها بحثت مع الوزير القضايا الإقليمية وقضايا تخفيف الصراعات وقضايا الانتقال، معبرة عن تطلعها لإجراء مزيد من الحوار حول مجمل هذه القضايا. سجل منسوب النيل عند الخرطوم أمس 17.14 مترا، أي أقل من أعلى منسوب 52 سنتيمتر، بينما سجلت شندي منسوبا بلغ 17.95 أقل من أعلى منسوب 49 سنتيمتر. وسجل الإيرات عند الحدود السودانية الأثيوبية الآتي: النيل الأزرق 631 مليون متر مكعب في اليوم، ونهر عبرة 183 مليون متر مكعب في اليوم، والنيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم. وانخفض تصريف المياه عند خزان الرصيرس 4 مليون متر مكعب أمس ليصل إلى 551 مليون متر مكعب مقارنة بيوم الخميس، حيث كانت الكمية 555 مليون متر مكعب.
وانخفض الإيراد عند سنار 7 مليون متر مكعب ليبلغ 567 مليون متر مكعب مقابل 574 مليون متر مكعب يوم الخميس، فيما تنبأ التقرير اليومي للجنة الفيضان بانخفاض منسوب النيل غدا السبت في ود العايز 1 سنتيمتر ليصل 16.39 متر، وكان قد سجل 16.40 مترا، وارتفاعه في ود مدني 3 سنتيمتر ليسجل 19.43 متر، حيث سجل أمس 19.40 مترا، واستقر المنسوب في الخرطوم عند 17.14 مترا، واستقراره كذلك في شندي عند 17.95 مترا، وانخفاضه في عبرة 5 سنتيمتر ليبلغ 15.65 مترا، وكان قد سجل أمس 17.70 مترا، وارتفاعه في مدينة دونغولا بمعدل سنتيمتر ليسجل 15.18، وكان قد سجل 15.17 مترا. وقررت اللجنة المحافظة على التصريفات خلف سد الرصيرس في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم إلى حين إشعار آخر، وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات بأخذ التحوطات اللازمة. أشاد الأستاذ هيثم شبلي نائب مدير المنظمة الدولية للإصلاح الجنائية بتوجيه وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري لتطوير العون القانوني من خلال تبني توصيات الورشة التي عقدت تحت عنوان نحو إنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني في السودان، والتي اختتمت أعمالها يوم الخميس. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ختام فعاليات الورشة التي جاءت تحت عنوان نحو إنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني في السودان، حيث لفت الأستاذ الشبلي إلى التزام منظمته ببناء شراكات ذكية مع العون القانوني لتقنين العمل بالإدارة. وأشار شبلي إلى أن هذا المشروع اكتمل نتيجة عمل متواصل شارك فيه منسوبو إدارة العون القانوني، وقدم خبراء قانونيون العديد من الأوراق المهمة والتي حظيت بمداخلات واسعة من قبل المشاركين أكدوا فيها أهمية هذا المشروع الكبير متمنين التوفيق والسداد. وثمنت مولانا هويدا علي عوض الكريم المستشار العام بإدارة العون القانوني دور المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في تقديم الدعم ومساندة السودان في مجال تطوير العون القانوني. تم نوالي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله بكر دور الأئمة والدعاء ورجال الدين في المساهمة في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، مشيرا للدور الكبير لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتسييرها القافلة الدعوية للولاية. وكان والي غرب دارفور استقبل يوم الجمعة بمطار الشهيد صبيرة بالجنينة القافلة الدعوية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف برئاسة الوزير الأستاذ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، حيث عقد الوفد فور وصوله اجتماعا مع والي الولاية وأعضاء حكومته، واستمع إلى تنوير من والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله بكر حول الأوضاع الإنسانية بولايته. وكشف الوالي عن خطة ولايته للمرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة آثار ما خلفته الحرب من خلال مبادرة التعايش السلمي باستهداف حوالي 40 قرية نموذجية. من جهته أوضح وزير الإرشاد والدعوة والأوقاف السودانية الأستاذ نصر الدين مفرح أن القافلة تضم عددا من المشايخ وقادة الطرق والطوائف والجماعات والمؤسسات الدينية بهدف تقديم محاضرات دعوية في مجال صناعة السلام والتعايش السلمي بمحليات الولاية. وأشار إلى أن القافلة ستستمر أسبوعا واحدا، ويتم خلاله تقديم ما لا يقل عن 40 محاضرة بعدد من المنابر الدينية والساحات، فضلا عن تقديم ورشة تدريبية للأئمة والدعاء ورجال الإدارة الأهلية ولجان المقاومة والحرية والتغيير والمرأة. افتتحت والي الولاية الشمالية بروفيسور آمال محمد عز الدين مستشفى غرب السكوت بمنطقة أبراغا بمحلية وادي حلفة بحضور مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية دكتور أبو زر محمد علي وعدد من المسؤولين بالولاية. وأكدت الوالي أن افتتاح المستشفى يمثل إضافة قوية وسيساهم في تخفيف حجم المعاناة عن إنسان المنطقة، كما سيساهم في توطين العلاج بالمنطقة وتلبية احتياجات المرضى على امتداد المنطقة شرقا وغربا.
وأعلنت والي الولاية عن تبرع حكومة الولاية بعربة إسعاف ومبلغ 1,000,000 جنيه للمستشفى ودعما ماليا بمبلغ 1,000,000 جنيه للمرافق التعليمية بالمنطقة، مشيرة إلى خلو المنطقة من المستشفيات من أرجين شمالا حتى منطقة الترعة التي بها مستشفى غرب المحس في الترعة. ووجه البروفيسور أعمال والي الولاية وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية باستكمال جميع المعينات والمستلزمات بما في ذلك الكادر الصحي والمعامل وربط المستشفى بشارع مسفلت مع الطريق القاري الخرطوم أرجين، كما وجهت الوالي بالشروع فورا في تجديد بعض المرافق والاستراحات التي تتبع للمستشفى. من جانبه قال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية إن مستشفى غرب السكوت تم تجهيزه بغرفة كاملة للعمليات وعيادة مجهزة للطبيب المقيم وعنابر توفر متطلبات المرضى، مضيفا إن المستشفى سيوفر أيضا عدة خدمات مساندة مثل المختبر والصيدلية والإسعاف، فضلا عن دعم المحلية والوحدة الإدارية بمبلغ 100,000 جنيه للطبيب و 50,000 جنيه للكوادر والميزات لاستبقاء الكوادر الصحية. ما تزال هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجة. أكد دكتور أبو بكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم والوزير المكلف أن قضايا التسول والتشرد من القضايا الاجتماعية التي تشكل هاجسا كبيرا، مبينا أن الولاية بدأت في استخدام منهجية مختلفة تتمثل في تشخيص الظاهرة ووضع العلاج للحد منها ومكافحتها، وأكد أهمية النظر إلى المشرد كإضافة لا كعالة أو خصم على المجتمع، بداية بتهيئة البيئة الملائمة للعلاج وبناء قدرات العاملين على مستوى الوزارة خاصة الدور وإضافة الشركاء من المؤسسات والوزارات المختلفة. جاء ذلك لدي ترأسه الاجتماع الذي وقد بمركز طيبة، وكان قد قام بجولة تفقدية للإطمئنان على أحوال النزلاء والمركز، رافقه فيها الأستاذ إيهاب هاشم المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء، والعميد شرطة الوليد الشريف مدير الشرطة المجتمعية، والرائد أحمد حسن الكامل رئيس شعبة الظواهر السالبة وممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وإدارات الوزراء ومجلس رعاية الطفولة وإعلام الولاية ومدير المركز. ووقف الوفد خلال الزيارة على الوضع الراهن عقب اكتمال صيانة وتأهيل المركز، وذلك لاستكمال النواقص من المعلمين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، وكذلك تجهيز الوحدة العلاجية والنفسية لدراسة الحالة ومتابعة العلاج وتقارير تعديل السلوك وعمل التقويم والتقييم. أصدرت السلطات بمحلية كادوغ لولاية جنوب كردفان قرار يوم الخميس قضى بتعديل أسعار وأوزان الخبز التجاري، ونص القرار على تعديل وزن الرغيف التجاري إلى 55 جرام على أن تباع بسعر 20 جنيها. وقالت سلطات المحلية إن القرار جاء بعد اطلاعها على توصية لجنة أمن المحلية وموافقتها على تعديل أوزان وأسعار الخبز التجاري. بدأت صباح أمس بمحلية لقاوة امتحانات القدرات للطلاب المرشحين من قبل وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 21-22 من مدارس محليات لقاوة الكبرى، لقاوة والصنوط وكيلب لمدارس هيئة آل مكتوم الخيرية. وأوضح الأستاذ جلال الدين محمد أحمد وكيل مدرسة محمد عبيد بنين في تصريح لوكالة السودان للأنباء بأن امتحان القدرات ينعقد في 3 مواد أساسية وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الجالسين للامتحان 160 طالب يتم اختيار 95 منهم للقبول بالمدرسة، ولفت إلى وجود داخلية بالمدرسة تسع إلى 300 طالب بجانب الاهتمام بحصص الموسيقى والرياضة، مؤكدا أن بيئة المدرسة جيدة. من جانبه أوضح الأستاذ أحمد حمدان وكيل مدرسة محمد بن عبيد آل مكتوم الثانوية للبنات بأن عدد الطالبات الجالسات لامتحان القدرات 135، يتم قبول 95 طالبة منهن للصف الأول الثانوي بالمدرسة. وأكد الأستاذ مولود أبكر مدير مدرسة محمد بن عبيد للبنات بلقاوة أن مدارس آل مكتوم تسهم في استيعاب الطلاب الفقراء، كما أن نظام الداخليات يسهم في رتق النسيج الاجتماعي بين المكونات الإثنية بالمنطقة ويوسع دائرة المعرفة لدى الطلاب.
ينظم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتعاون مع مركز مدى للخدمات الصحفية الأحد القادم ورشة بعنوان صناعة الرأي العام بمباني وزارة الثقافة والإعلام، وتهدف الورشة للوقوف على وضع الإعلام في الفترة الانتقالية وعلاقة الحكومة بالإعلام، كما تهدف إلى تسليط الضوء على مشاكل الإعلام الإلكتروني وشراكات المجتمع المدني الإعلامية. ويشرف الورشة قادة العمل الصحفي والإعلامي وصناع الرأي العام. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت الروائية والقاصة سارة حمزة أجاك عن انطلاق روايتها الثالثة الأحجية أكتوبر المقبل. وقالت سارة أجاك في حديث لراديو دبنجا ضمن سلسلة نساء ملهمات إن إطلاق الرواية تسبقه 3 فعاليات تقديمية بعنوان سماوات المزدهرة تبدأ منتصف أكتوبر حتى موعد تدشين الرواية في 22 أكتوبر القادم، موعد بداية معرض الكتاب. وحملت سارة أجاك الجهات المعنية بالدولة مسؤولية عدم وصول الرواية السودانية مرحلة العالمية في الوقت الذي تستحق فيه العديد من الأعمال ذلك، ولم تعفي الكتاب عن تلك المسؤولية أيضا. وأوضحت أن الدولة جعلت الاهتمام بالثقافة وتمويلها صفرا فكان ظهورها صفري، مضيفة أنه من ظهره للعالم كان بفضل مجهوداتهم الخاصة تساعدهم تكنولوجيا الاتصال. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.